توقعات يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 3 آب 2023. هيكون يومك مهم جدا لو حبيت تدور عن تفاهم حول قضايا هتبقى مثيرة جدا للجدل عندك وعند أسرتك في الشغل. هتفتكر النهاردة تغيرات مختلفة كتير، هتبقى من المهم بالنسبة ليك انك تتقبلها زي ما هي، مفيش داعي انك تقلق او تخاف لمجرد انها اتذكرت قدامك او اتذكر بعض الاحداث فيها. في اخبار كتير هتبقى بتفاجئك، حتى لو كنت انت النهاردة هتتولد في يومك ده هتسافر مع كتير من الاشخاص منكم، هيبقى عندك كتير من الارتباطات المثيرة للاهتمام والمهمة مع اشخاص كتير من مسافات مختلفة. هيمكنك كل الاشخاص النهاردة من انهم يحققوا نجاح مهم ويكملوا مهمات والتزامات مختلفة بنجاح من شأنه انه يخفف عنك بعض التوتر. حتى النهاردة هتكون حابب انك تقضي كتير من الوقت في حياتك الشخصية. بالنسبة ليك يوم الخميس هيجيب ليك نفقات اكتر من اللي انت كنت بتخطط ليها قبل كده. هتطلب منك تصرفات اشخاص كتير بيشتغلوا بالفلوس لمستندات مالية عندك انك تنتبه ليها اكتر. هتقضي كتير من الوقت في اليوم ده في اجازة خاصة فيك، وهتشتغل النهاردة من البيت وهتعمل لساعات اقل. يوم الخميس النهاردة جاهز هتبقى فيه انت مزدحم بعض الاحيان، خاصة الرجال فوق المنتصف العمر هنغضب شوية من الشابات اللي اصغر مننا بسبب انه في فرص هتضيع منهم، في اخطاء مرتكبة كتير، في كلمات منطوقة على عجل مش حاسبينها بشكل كويس. هتتاح قدامنا النهاردة فرصة هتبقى مواتية جدا عشان نظهر فيها تعلمنا ووظيفتنا بشكل احسن، لكن في طباع كتير ممكن نبقى بنعتمد عليها دايما وعلى دوافعنا الخاصة اللي بتبقى بتخصنا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.